بأوساط المسعفين بالصليب الأحمر قصص إنسانية كتيرة عايشوها خلال عمليات الإنقاذ بفترات الحروب والأزمات. كم سنة لك بالصليب الأحمر؟ حوالي 23 سنة تقريباً. واو، 23 سنة. بلشت من الأساس بالعمل التطوعي. صح، يعني بلشت صح بلشت بسنة 93، كان عمري 16 سنة تقريباً. وبلشت المسيرة تبعي من هداك الوقت. كنت تلميذ مدرسة يعني بعد. صح، كنت بعد من المدرسة. طب ليه اخترت هالطريق وليه اخترت تجي على الصليب الأحمر كمتطوع؟ بصراحة أنا يعني عندي حب إذا بدك الإنساني للمساعدة، وبهداك الوقت كنت عم دور على مؤسسة أو على جمعية ما عندها طابع سياسي أو حزبي أو ديني، يعني مؤسسة موجودة لخدمة كل العالم، فلقيت الصليب الأحمر. وبهداك الوقت كان بعده الاحتلال الإسرائيلي بعده كان موجود، وكان بعد في عنا قصة المعابر، وكان بعده الوضع الأمني منه كتير مزبوط، وكنت شوف الشباب على طول بقلب الأمبولانس عم بيطلعوا بيساعدوا العالم، سو هيدا الشيء أكتر هيك حمسني. بما أنك ذكرت هالموضوع، ذكرت الاحتلال الإسرائيلي، أنت كان لك حادثة معينة خلال عملك بالإسعاف، انه حضرتك متطوع كنت بالاسعاف. صحيح. صار معك شيء معين وقتها كمان نال اهتمام الصحافه، يعني صح. الصحافه العالميه مش بس هون. صح 100%. شو هالحادثه؟ هيدي بحرب ال 2006 تحديدا بمنطقه انا، وتحديدا بالمكان اللي صار فيه مجزره انا بسنه ال 96. سو كان في اصابات عم تنزل من تبنين، ضربوا مبنى بتبنين وطلبوا سياره من سور دعم. الهدف بهذا الموضوع تبقى كل سيارة قريبة على منطقتها لحتى ما يبعدوا. فوصلنا على منطقة آنا تحديدا بالساحة اللي صار فيها المجزرة 96، وكنا عم نعمل عملية نقل للإصابات من سيارة تبنين على سيارة سور. وقت اللي طلعنا بهداك الوقت ما كان في كسف، كان الوضع بعده رايق، كان لكل اللي عم نسمعه صوت الامكا والقنابل المضيئه. كنا اول صوت صاروخ بنسمعه كان نازل بقلب الامبولانس، يعني سمعناه وحسيناه وشفناه. بعد منا باقل من دقيقه، وقت السياره الثانيه اللي هي ما انضربت كانت عم تجرب تبلغ انه سياره سوري انضربت، كمان ضربوا سيارة تانية. سو بهيدا الوقت انضرب سيارتين للصليب الأحمر، واحدة لسور وواحدة لتبنين. علما كنا ماخدين كل الإجراءات اللي بتنص عليها اتفاقيات جنيف بالحرب، إنه بدنا نطلع بده يكون عنا علم الصليب الأحمر موجود عليه، ضو شارة الصليب الأحمر موجودة على سقف السيارة، أمين طريقكم مفترض نظريا بكل الأشياء، وكنا موجودين بمحل واضح ومكشوف. هيدا الشيء أدى لإصابة 6 مسعفين من الصليب الأحمر، 3 من سور و3 من تبنين، وكان معنا 3 جرحى. واحد من الجرحى اللي موجودين صار عنده بتر بإجره من جراء الضربة. بقينا تقريبا حوالي ساعتين على الأنين بالمنطقة فوق، لأنه كان الوضع منه آمن، لأنه بعد ما ضربوا السيارتين احتدت المعركة فوق وصار في كسف أقوى، وصار في اتصال أكيد بين الصليب الأحمر اللبناني والدولي والأمم المتحدة كرمال الضربة اللي صارت، حتى ينعمل ممر آمن لوصول سيارات إسعاف إضافية لا تكون عم بتأمن عملية السحب تبعنا مع الجرحى الموجودين. أنت لشو تعرضت؟ أنا اللي تعرضت له كان عندي واحد خسورة تقريباً 30% سمع من جراء الصاروخ اللي هو صار عنا. بعدني بسمع منيح، عم ركز مع بعض. وكان عندي إصابة هون، وكان عندي إصابة بركبتي، وكان عندي حروق طفيفة بالوجه. ونفس الشيء للزملاء تبعي، حدا كان عنده إصابة براسه، واللي الله حماه إنه كان لابس الخوذي. ذكرت سابقا أنك كنت عم تعطي دم كمان ل صح لجوة. يعني نحن وقت اللي طلعوا السيارات المضبوطين بهداك الوقت، الشخص اللي صار عنده بتر بإجره نحن ما عرفنا صار عنده بتر إلا وقت اللي طلعنا على السيارة، لأنه وقت اللي صار في ضرب كنا أمننا الحماية تبعنا، قدرنا صحبنا الحجي والصبي اللي موجود. وقت اللي طلعنا اعتبرنا إنه هيدا الشخص هو فقد الحياة، ساعتين ما قدرنا وصلنا له كانت مشكلة. وقت اللي وصلنا على السيارة رفع بإيده، فكان بعده على قيد الحياة. نقلناه على المستشفى، طلبوا بدهم دم أو نيجاتيف بحالة طارئة، فكانت انا دمي او نيجاتيف. بعدني متذكر كان في حكيم عم بيقطبني، قلت له انا دمي او نيجاتيف، حدا عم بيقطب بمحل وحدا عم بيسحب دم بمحل. حقيقه الشعور لا يوصف، لانه هلا انا عم بحكيك هيك بحس هيك برعشه،
وما حقيقة حسيت بقيمة القشة اللي كلها اللي أنا عملتها إلا بعد الانتهاء من الحرب، لأنه كنا بس هيك عم نفوكس كيف نساعد العالم وكيف نقدر ننقذ حياة، وهذا كان الفوكس كله تبعنا. بيجي صحافي بتذكر من CNN فبيجي لعندي، لأنه بداك الوقت نعمل معنا انترفيو مع كل الصحافي، سألني سؤال قال لي أنت حدا من يومين كنت رح تموت وهلأ بعدك مبندج وجاي وبعدك عم تساعد العالم وانت كمان متطوع، شو السر بهالموضوع؟ قلت له السر هو انه انا متطوع، لانه انا بأمن بهيدي القضيه وبأمن بمساعده العالم وما حدا عم بيعطيني بدل تأجي ساعد العالم. سو هذا الجواب تبعي. الجواب الثاني هو انا بأمن بالله، وبالنسبه لي انا بفضل اذا بحال الله بده ياخذ لي امانتي بفضل تكون انا عم ساعد العالم مش انا وهربان. أنا إلي من سنة 96 يعني صاروا بحدود 22 سنة متطوع بالصليب الأحمر. طب الأساس يعني من البدايات شو اللي دفعك تتطوع هون؟ بدايتها هي صراحة كانت من وراء حرب نيسان 96 عناقيد الغضب. كنا ساكنين نحن بالضاحية مثل معظم أهالي الضاحية، تهجرنا من الحرب من وراء القصف الإسرائيلي، رحنا عدنا فيردا، وكان يومياً أنا خيي الأكبر مني كان هو متطوع بالصليب الأحمر. كان يومي لأن يظهر من الصبح بكير رجع عشية على البيت، صار عندي الحشرية قال له عم بتروح؟ قال شو عم تروح تعمل؟ ونحن قاعدين بالبيت إخواتك. كان عمري يمكن شي 16-17 سنة بهالوقت، قال لي عم نروح نساعد الناس نأمن لهم مساعدات غذائية ومؤن غذائية وإلى ما هنال. فمن وقتها قلت له والله أنه عال لكم أنه شغلتكم مهمة وبتفيد الناس بوقت عن جد أنه بحاجة لكل حدا. وقتها قلت له أول ما صير في دور التطوع بالصليب الأحمر قال لي وأنا بدي أتطوع. ومن وقتها بعد ما خلصت الحرب عملوا دورة استقطاب بالصليب الأحمر وتطوعنا بالصليب الأحمر. وبعدنا لهلأ صامدين بالصليب الأحمر. بعدك متطوع بالصليب الأحمر؟ بعدني لهلأ متطوع بالصليب الأحمر. طب ليه صمدت؟ ما أنك استعملت هالكلمة، ليه ضليتك متطوع بالصليب الأحمر؟ صراحة في البعض منا نحن بيظهر يعني بي 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 بنقي الخيار السهل أنه هو يهرب من المسؤولية ويهرب من الضغط يمكن أوقات اللي بيعيشه المتطوع. والبعض منا كمان بالعكس بيصمد بيسابر بيتنشط أكتر، لأنه أصلاً العمل التطوع هو بحد ذاته هو مدرسة، يعني هي مدرسة تعطينا أكتر من كتير مما نحن بنعطيها. مش بس أنه نحن عم نعطي من وقتنا بكون بالتطوع، بالعكس بتعلمنا مبادئ معينة، بتعلمنا أسس تربية معينة. تطوعت بقسم الإسعاف تحديداً. صح. وعايشت كتير من الأحداث الأمنية اللي مرقت على لبنان والحروب. صح. يعني شو هيك في أمور بارزة بتذكرها؟ يعني بس تسترجع دورك كمسعف. كتير من الأحداث مؤخراً من شي سنتين لما صارت تفجيرات بالضاحية الجنوبية وآخرها تفجيرات برج البراج اللي صاروا حد مستشفى الرسول الأعظم. كنا وصلنا نحن أنا والفرق الإسعافية اللي معي، أنا عم بحكي كنت مع القوى الأمنية وفي فريق حد مني إجا بده على أساس أنه اعتبر أنه في شهيد على الأرض كانوا مقطشين إجراه، وقال لي بما أنه ما بقى في جرحى، لأن نحن من مبادئنا أول شيء كمان نحن نسعف الجرحى، ولما يبطل في جرحى بنرجع نحن بنخلي كل القتلى اللي بيكونوا موجودين كإصابات. هن وعم يسحبوا القتيل كقتيل معتبرينه أنه جاء شهيد، لما حطوا المحمل عم يبرموا المصاب عليه. تخيلي مشهد بيطلع الانتحاري بعده مزمر ولاحظوا انه ما فقع فيهم الحزام الناسف، لو لا سمح الله بالغلط كان علق يمكن الصاعق بأي شيء كنا هلأ نحن بخبر كان مثل الوضع. الهول اللي أكلوه المسعفين لما شافوا هيك مشهد عم بعيطوه قالوا لي حسين انتحاري، يعني بعده لهلأ بيخطر ببالي انه مستحيل هيك مسعف شاف هيك منظر وينسى بحياته. طب ما هيدا السؤال، ما دام يعني انت وصلت لهي اللحظات يلي حياتك فيها اكف، يعني واحد بيقول حامل حياته اكفه، ليش مصر تكفي؟ شوفي اول شيء اذا انا بدي اقول اذا انا مثلا وصلت لمرحله خوف انسحب وغيري بده ينسحب وغيري بده ينسحب، مين بده يضل يساعد الناس؟ بالنهايه في ناس رح تكون معرضه للخطر، حتكون موجودة لحتى تمم واجباتها على أتم وجه يعني وأكمل وجه وتساعد الناس بأفضل طريقة ممكن.